إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلن الهلال الأحمر إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في كفر عقب قرب مدينة القدس المحتلة، حيث تم نقله إلى مستشفى رام الله وحالته خطيرة، حيث أصيب بثلاث رصاصات بالوجه والصدر والفخذ. إلى ذلك شيع الفلسطينيون في مدينة نابلس المحتلة جثمان الشهيد خالد تايه البالغ من العمر 22 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة خلة العمود شرق المدينة. وكان الشهيد تايه ارتقى خلال مواجهات هي الأعنف منذ فترة طويلة اندلعت يوم أمس إثر اقتحام عدد من جنود الاحتلال للمدينة بهدف اعتقال منفذ عملية أرائيل، لكنها لم تستطع الوصول إليه. غضب في نابلس وهي تشيع شهيدها خالد تايه، بالتحديد في قرية عراق تايه شرق المدينة. الكل يردد لجنين: لن نتركك وحدك في وجه عنجهية الاحتلال، فيما الهتاف الموحد: حط الطلق ببيت النار لخالد واحمد جرار. هذا الرد الذي كان مميزا ومتميزا، هذا رد طبيعي من نابلس، وتاريخ نابلس يشهد جبال النار هي كانت من تنتصر لأي منطقة جغرافية كانت تحاصر. عندما اشتد الحصار على جنين ردت نابلس عن بكرة أبيها، وانتصار نابلس في هذه المعركة التي قدمت الشهيد وقدمت الجرحى وعشرات الجرحى هو انتصار لجنين وانتصار لغزة وانتصار لوحدة الوطن، ورد على رد طبيعي على رحيل على الاحتلال. نابلس التي شيعت الشهيد في وقت أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها حدادا على روحه، أعلنت يوم الجمعة القادم يوم غضب شعبي عارم في كل مناطق التماس وعلى الحواجز، ردا على جريمة الاحتلال غير المسبوقة باقتحامه للمدينة في وقت مبكر الليلة الماضية. ما شاهدناه أنه في وقت قصير جدا أن يسقط عدد كبير من الجرحى وشهيد وممارسة قوة غير مسبوقة من قوة الاحتلال، تعبر عن العقلية المجرمة عن هذا الإرهاب الصهيوني. خالد هو واحد من بين آلاف الشبان الفلسطينيين ممن تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس الليلة الماضية. هذا الاقتحام الذي استخدم فيه الجنود القوة المفرطة لأول مرة منذ زمن بعيد، وخلف عددا كبيرا من الإصابات بالرصاص الحي. العملية التي نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية بدأت في وقت مبكر بعد صلاة المغرب، وقالت أنها تستهدف اعتقال منفذ عملية أرييل قرب سلفيت قبل يومين. لم يحقق الاحتلال هدفه وخرج مجبرا بعد أن طردته المدينة بأكملها. عن بكرة أبيهم خرج الشبان وواجهوا الآليات العسكرية بالحجارة. هنا جن جنون الاحتلال وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي في كل الأنحاء. اقتحمت مجموعة من القوات الاحتلال مدينة نابلس من منطقة الجبل الشمالي من المعسكر الذي يقع على جبل عيبال، وقامت باعتقال 9 مواطنين وحدوث مواجهات عنيفة مع الشبان لم تشهد لها مدينة نابلس حتى منذ اندلاع الهبة الأخيرة في المدينة وفي الضفة الغربية، نتج عنها العديد من الإصابات الخطيرة بالرصاص الحي والعديد العديد من الإصابات في الرصاص المغلف بالمطاط والإصابات بالاختناق. كان المشهد غير مسبوق في نابلس منذ زمن بعيد. قال المواطنون بأنه ردهم على اغتيال أحمد جرار الذي أحيا في قلوبهم نفس المقاومة المنتفض، فيما الاحتلال اعترف بأن نابلس طردته من على أرضها. من قرية عراق التايه شرق مدينة نابلس المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.